نازلين عشان عدى عام على فشل السيسي، عدى سنة على الاعتقال المصريين واعتقال الشباب، عدى سنة من الفساد والفشل والقهر والظلم وكل حاجة. احنا مش معترفين بالسيسي رئيس، احنا دكتور مرسي هو رئيسنا، واحنا ما زلنا مكملين ومش هنركع للظلم ومش هنسلم. احنا بنقول ان احنا لسه مكملين ومش هنسلم، موجودين في الميادين لحد ما يرجع رئيسنا وترجع شرعيتنا ان شاء الله.